ويدويك الجيش الصحفي كل يكرم هذه الليله بحضور السي بكري ميل قيادي الاعلاميين بمدينه اكادير، واللي كنشكرهم جزيل الشكر على تفضلك وقبولك الدعوه للحضور معنا. هذه شهاده تقديريه في حق السي جبران كريم المكرم في هذه الليله والالتفاته ديالو لهذه الجمعيه، الالتفاته لهذه رساله ان شاء الله تدخل عليكم بالسعاده والهنا والخير. ازول فلا وسكاس النون يهودان ريخ هذه ريخ الكلمة بالمناسبة. أولا المبادرة فضاء أسرير جمعية أمودو لدعم الشباب، لأن السي كريم جبران وحتى الأخوات اللي دازوا قبل قليل هما نموذج لشباب مدينة تيزنيت، شباب وشابات ديال جهة سوس ماس درعا وكذلك للمغرب بصفة عامة، لأن اليوم الشباب هما المشعل ديال المستقبل، وبالتالي ان يفكر فضاء أسرير على راسه السي بوهدي وما قدركم السي بوهدي بكل مبادرته الثقافيه والتنمويه وغيرها بجهه سوس ماسا ومدينه تيزنيت بالخصوص. اذا انا شخصيا اثمن عاليا هذه المبادره، وكذلك هي مناسبه لاحتفال بالسنه الامازيغيه 1970 الجديده، واللي حنا تنتظروا انها تكون هي اصبحت رسميه، تنتظروا غير القرار الاداري باش تكون يوم عيد وطني وعطله رسميه مؤدى عنها. اذا بهذه المناسبه كنحيي ساكنه مدينه تيزنيت نساء ورجالا واطفالا وشبابا، وكنحيي السي بوهدي على كل المبادرات التي يقوم بها في مدينه تيزنيت.